الرئيس كيحمق على التيتيز والحيوانات اللي كيجيبهم معاه حتى للاجتماعات، واهم حاجه انه ما ينساش الطاسه وخصوصا الشومباني. خونا حنين وقلبوه شيش مع العيالات كاملين، ما كيفرقش بيناتهم لدرجه العيالات كيكرمهم بالميداليات وبالورد، والجنود مساكن كيعطيهم للراس. حيت خونا واخا قاصح مع عبد القادر ولكن كيدوب حدا الجنس اللطيف. الله يجعلها تكون مذيعه غير الله عليها وما غيعقلش على بنادم، وداكشي علاش كل عام كيخصو يطلع في التلفازه ويهنئ العيالات في اليوم العالمي للمراه، واخا هو كيعتبر بلي الراجل كيخصو يحتفل بالمراه العام كامل. Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом. Уважительное отношение к женщине, к материнству для нас безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Сегодня во всех городах и поселках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сестрам, جونم دجيرام بدروغم. فين مشيت تلاقى مع شي مراه ضروري ما يدي لها بوكي ديال الورد؟ الله يجعلها تكون عدوته ومحرره عليه العيشة، المهم يدير معاه الواجب. وبما انه جنتلمان فبوتين كيعجبو يتهلا في عيالات الرؤساء الاخرين، وخا يبان لكم باللي ما تسوقش للمهمه ديال ماكرون الا انه بحال ديما اقل حاجه يعطيها الورد. ما هو واخا قاصح في السياسه ولكن ماشي مع البنات، اما الصحفيات البنات كيسبقهم هما اللوانه باش ياخذوا التصريحات ديالو. ويا سبحان الله السيد عاد كيولي عنده الخاطر باش يهضر. رئيس بحال هذا بزاف كيعجبهم بهذه اللباقه اللي فيه، خصوصا وانه كيتعامل مزيان بزاف مع الدراري الصغار لدرجه خلى هاد المراهقه تقيس ليه راس الكيوي باش يعقل عليه حيت هي ما كتشوفش. وهاد البنت فاش وصلت الخبر بلي كتحماق عليه جابها عنده للقصر وكبر بها ودار لها خطرها. وبما انه كيموت على الكلاب وعنده منهم بزاف، فهاد البنت صيفطت ليه رساله وطلبت منه يعطيها شي كليب، وفاش فعلا توصل بالرساله ديالها صيفط ليها الرجل ديالو باش يعطيوها كلب. دابا شفنا هاد الرئيس اللي ما كتحملوش ميريكان حيت قبيح، على انه راجل مزيان في الحياه الواقعيه وكلشي كيبغيه، ولكن علاش هاد المراه الروسيه بوحدها من دون الناس حاقده عليه لدرجه وصلت بها الجرأه لانها تحلف عليه بلي غادي تنتمو؟ وشنو علاقه هاد اليوتيوبر اللي كيخلع بوتين لدرجه دار ليه الرج باش يتهنى منه؟ وفي الاخر كانت النهايه ديالو كفس من فيلم ديال الرعب. هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الفيديو المريض في مخه، ولكن قبل ما نبداو بحال ديما ما تنساش دير فولو للباج ولا سبسكرايب الا كنتي كتفرج من يوتيوب، وفعل الجرس باش يوصلك اخبار ديال الحلمه ديال العصر. باش نعرفوا مال هاد ختنا مع بوتين كيخصنا ضروري نهضروا على هاد الفهيمي. هذا سيدي واحد المعارض روسي حاقد على بوتين من 2008 وهو كيزنزن عليه كنارة، الا وحق بوتين شفار وحكر وكيموت على خنز الدنيا، وباللي هو خرج على روسيا وخاص الشعب يجري عليه. ايوا خونا بدا كيطير 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 حتى جابها في راسو، حيت فعلا كان كيعرف منين يدبر على وثائق سريه ويفتح بها حوايج كبار، ولكن القضيه ماشي بهذه السهوله. مستر بوتين هيز كريزي اباوت ماني بيرسونال ماني اباوت هيز فاميلي بينغ ريتش هيز فريندز لايك اول هيز بيبل هو واز سيرفد هي وذ هيم وذ ان ذا كي جي بي اول اوف ذم ذي ار بيليونيرز ذاتس واي فايتينغ كوربشن مينز فور هيم ذات هيز فايتينغ مي. باش نفهموا هاد الزالي كلام كيهضر اليكسي كيخصنا نفهموا مالين الشكارة الرواسة كيفاش دايرين. دابا راه واخا كيبان لكم بلي بوتين هو اللي كاين وما كاين محسن، الا انه ماشي هو بوحدو اللي كيتحكم في القرارات المهمه ديال البلاد. راه تحس منه كاينين رجال مهمين بزاف واللي هما كيتحكموا في حوايج كبار بحال الغاز والنفط والمعادن وزيد وزيد. نهار اللي هاد الناس كيحصلوا في شي زبله كيعتقهم بوتين، ونهار هو كيحتاج للعاقه كيعتقوه هما. غير هو المشكل على حساب اليكسي انهم كيعتقوا بعضياتهم في شي حوايج اللي كيضروا بالشعب، وبالتالي باش يبقى بوتين طاغي كيخصو يبقى مصاحب معاهم والعكس صحيح. هاد المعلومات بطبيعه الحال ماشي في صالح اي رئيس كيف ما كان ان الشعب ديالو يعرفهم، ولكن اليكسي كان اول يفتحهم. وفعلا دار قناه في يوتيوب مونتاج اخر ما كاين باش بنادم يتفرج ويفهم داكشي بالخشيبات، وشويه بشويه المشاهدات ديالو بداو غاديين وكيتفرقعوا حتى ولاو الناس كيعرفوه مزيان وكيثقوا فيه. وداكشي علاش فاش كان كيبغي يخرج يدير شي مظاهره كان يكفي يقول لهم فين وفوقاش باش يتجمعوا امه ديال البشر، ولكن بما انه كان ما كياخذش ترخيص على قبل المظاهرات اللي كيدير فالبوليس ديما تدينوا وشادين الناس اللي خارجين يتظاهروا معاه حتى غتوصل 2018 فين اليكسي غيشوف بلي ولاو عنده متابعين كثارين اللي كيايدوا التوجه السياسي ديالو. وداكشي اش غادي يقرر انه يترشح للرئاسه. ولكن واش في نظركم انسان بحال بوتين مقطع الورق غيخلي شي حاجه بحال هادي توقع؟ مالو حمق. سي اليكسي غير قراسو ممنوع من الترشح للانتخابات بحكم انه عنده دوسي خاز مع البوليس، وعاد كانوا عنده شي تهم ديال الشفره اللي قال انهم غير رزقوها ليه. وهادشي كان كيقولوا الاكبر واشهر المنابر الاعلاميه في امريكان اللي صوتها مسموع والمشاهدات عندهم بالملايين. اليكسي فاش ما بقاش قادر يترشح للرئاسه ديال روسيا غيدير ما في جهده باش يفضح الفساد والتواطؤ ديال المخابرات والرئيس ورجال البلاد الكبار، حيت اصلا هو ما كانش مسوق بزاف لانه يولي رئيس. والهدف ديالو من هاد الحيحة كامله اللي كان كيدير ماشي يخلي الناس يصوتوا عليه وانما يقنعهم باش ما يصوتوش على بوتين. دابا غير باش نتفاهموا، اليكسي ما كانش كيخلع بوتين حيت كيجبد ليه التواصل مقيحين، اولا حيتاش بوتين كيخاف من ان المحاكم ديال روسيا غادي يتحاسبوا معاه حيت هو قاد بشغالاته، ولكن
بوتين كان كيخاف على الناس تبدا تعاود تحلوا لهم العينين. دابا غنرجعوا لهاد السيده اللي حاقده على بوتين واللي سميتها يوليا. في الحقيقه يوليا هي الزوجه ديال أليكسي وحتى هي مغرقه معاه في السياسه ومن ديما كتدعمه وكدير ما في جهدها باش صوت راجلها يوصل لدرجه انها ما كتخافش من المسؤولين وكتبدا تحيح عليهم. علاش قلت هاد الهضره؟ لانه في 2020 أليكسي وهو راجع في الطياره الروسيه من سيبيريا اللي كندير فيها حمله شرسه ضد الحزب ديال بوتين غيجي هنا هي راه هو في الطياره وغيبدا يحس بالحريق لدرجه غيبدا يغوت بالجهد اللي عنده. الطيارة غتضطر انها تحبس باش تديها للسبيطار، ولكن الصدمة انه فاش وصل للسبيطار وداروا ليه التحاليل ما لقاو عنده والو، ولكن في نفس الوقت ما خلاوهش يخرج من عندهم. وتما فين غادي تجي مراته للسبيطار وغتبدا تحيح عليهم حيت ما خلاوهاش حتى تلقى راجلها، وداكشي علاش غتخرج للاعلام وتقول ان بوتين هو اللي مور هادشي. غتمشي بعيد وغتصيفط رسالة لبوتين وغتقول ليه قيل عليك راجلي ولا ما غادي يعجبك حال. وصراحة اللي عجبني في يوليا انه ما خافت من تدهشات تقول غير بوتين راجل ما. هادشي كامل اللي دارت يوليا غيخلي الصحافة تركز على القصة اكثر، الشيء اللي غادي يخلي المانيا تدخل وتجي تديه في طيارة خاصة باش يتعالج عنده في مصحة خاصة بالحالات اللي كتشبه أليكسي. ولكن باش عرفنا اين حالة عنده اصلا باش يعرفوا فين غيديوه بالضبط؟ ايوا هنا في نعواج الفكوسة، حيت الطبيب اللي دار ليه الفحص ديال الدم في روسيا قال بلي ما عنده والو، ولكن المانيا شكات بلي غيكونوا دايرين ليه السم. وداكشي علاش الفريق اللي كان خدام مع أليكسي غيرجعوا لبيتو اللي كان جالس فيها في لوطيل وهو في سيبيريا باش يقلبوا على شي حاجة اللي ممكن المخابرات يكونوا سمموه بها. ومن بعد ما صيفطوا داكشي للمختبر العسكري في المانيا غيكتشفوا بلي السم كان مديور في قرعة ديال الماء ماشي مخلط مع الماء، وانما غير تهنينو على القرعه باش منين ما شدها يشد فيها الرج. المشكل ان هادشي اللي استخدموه ماشي سم عادي وصافي، وهذا النوع بالضبط معروفه به المخابرات الروسيه حيت كيقيس الاعصاب لدرجه كيخليك تشلل وتدخل في نوبات ديال التشنج. وهذا النوفات كانوا اخترعوه العلماء السوفيتيين في الحرب البارده وكان كيعاونهم بزاف حيت ما كيبانش ودغيا كيجيب التسمه من مولاه تقبطله، لانه يكفي الدهنو على شي حاجه وماشي ضروري تخلط مع الماء ولا مع الماكله. والمشكل انه روسيا شحال هادي قالت بلي ما بقاوش كيستخدموا هذا النوع، ولكن اللي تقب هادو خاصو العصانيت. بعد ما دازوا شهور وأليكسي في السبيطار اخيرا برا، ولكن واش يحسب لكم بلي هذا الله او الله ديك الدوده اللي فيه ما تبرد حتى جبهه يا فراسو يا بوتين؟ السيد معوقف على رجليه حيت تلفات ليه المشيه رجع لروسيا باش يصور وينشر وثائقي على بوتين. расследование мы придумали ещё когда я находился в реанимации. Сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь, потому что мы не хотим, чтобы главный герой думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете. И один из этих зрителей, самый преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин. Вот он точно смотрит сейчас и сердечко его сжимает от ностальгии. У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом. الفيلم الوثائقي غيضرب اكثر من 130 مشاهده فوق قياسي. ما كرهتش صراحه نشاركوا معكم شي نهار، وقولوا لي في التعليق واش مهتمين ولا تحيد. يقدر يحسب لكم بلي خونا غير كان كيزيد فيه، حيت شكون كاع يكون هو باش بوتين يتسوق ليه اصلا؟ ولكن بالعكس بسبب هاد الوثائقي اللي كان كيناقش فيه الممتلكات ديال الرئيس، بوتين غادي يضطر انه يخرج بتصريح بلي خونا غير كيخرف وما كاين والو من ديك الهضره. Я не смотрел этого фильма просто за свободного времени для просмотра такой информации. Стал видео подборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. فجأة أليكسي غيتعتقل وهو راجع لموسكو بتهم اللي كانوا سقطوا عليهم شحال هادي. المحامية ديالو فاش خرجت تحتج على هادشي بحكم انه غير حقرة، البوليس قالوا لها عليك الا ما كنقلبوهاش السليفة واعتقلوها. هادشي كامل ويوليا باقا واقفة حسكة مع زمانها، وحتى وهو وسط المحكمة كان عايش مع الحب والغرام وما على بالوش. في الاول كانوا حاكمين عليه بعامين وثمان شهور، ولكن الناس اللي عارفينو جهلو خرجوا في مظاهرات ونطق ربالة وكلهم حتى هما تشدوا. ومن بعد ما زادوا غرقوه بالتهم غيتحكم عليه في المجموع ب 19 عام حتى لنهار 16 شهر جوج مع الجوج ديال العشيه. فاش أليكسي هو في الحبس خرج باش يتمشى وفجاه هو يطيح، ما جاو فين يديوه للسبيطار حتى غادي يموت السيد. ومراته قبل ما تستوعب الصدمه ولا تعطي راسها فرصه فين تحزن عليه، خرجت كتهدد بوتين باللي الا يحسب لراسو تهنى من أليكسي فراه أليكسي خلاها موراه وهي غادي تكمل في طريق داكشي اللي بداه. وهذا الفيديو نسمع خرج ضرب اكثر من 5 مليون المشاهدات. والغد ليه عاودت خرجت في تصريح في مؤتمر ميونخ للامن، ولحد الساعه باقي كتجارى على حق راجلها. وعاد مؤخرا تلاقت باكبر مسؤول في الاتحاد الاوروبي. Я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, Путина, путинские друзья, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьёй и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать всё мировое сообщество
всех находящихся в этом зале. И победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. غنفهمو من بعد على حسب ما قلت شوليا انه المده 3 سنين وما مخلين راجلها بالجوع، ومع ذلك كان كيتقاتل وكيحاول يفرح عائلته باش ما يتشطنوش عليه، وهذا الشيء هو اللي استفز بوتين حيت ما قدش على الاصرار اللي عنده، لدرجه انه الحل الوحيد اللي بقى ليه هو انه يتهنى من أليكسي. الموت ديال أليكسي غير ما زاد جائره بنادم، وكلشي خرج كيحط الورد على تصاوره اللي بطبيعه الحال البوليس لاحوهم واعتقلوا حتى الناس اللي كانوا كيحطوا تصاوره، واخا هكاك الناس بداو كيكتبوا سميتو في الحيطان ديال المدينه، ولكن تمني جاوا عاودوا الصباغه للحيط باش ما يبانوا والو، والليل كامل البوليس بقاو كيدوروا باش يعتقلوا اي واحد كيحاول ينعي الموت ديالو، ومكساس ما كانوا خايفين وباغيين يتستروا على هادشي حيت عارفين راسهم داكشي اللي كيتقال عليهم صحيح، رفضوا يعطيو الكسده ديالو لعائلته، وحتى دازت سيمانه من بعد الشوه اللي دارت عائله نافالني عليه عاد باش اخيرا خلاو الموت يشوف الجسم ديالو. Только что я вышла из здания следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону, они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. Обхакда конкурс на ахер видео, бхади ма дарори мен сулком. Уж на дарком бстах Алексей кан кадр фтах Путин, удак шираш чхлау бгит хенна мену, аула Путин хсб лиши жиха гарбия, кеддам Алексей баш يفضحوه وداكشي علاش صفاها ليه وما عرفتش صراحه واش يقدر يكون بصح بوتين هو اللي مور هاد الفعله اولا دوك رجال الاعمال اللي معاه هما اللي داروا ليه هادشي بحكم ان أليكسي كان كيفضحهم حتى هما.